مشكلة الأزمة السودانية 2023 من زمان، من أيام ما كنت أنا طالب، أنا حالياً طالب ماجستير بدرس علاقات دولية. طول الفترة الماضية وأثناء عملي بالمجال الشبابي كنت دائماً ببحث إنه كيف ممكن أحاول أوجد إشي ممكن يساعد يعني لإيجاد حل ممكن يثمر للمستقبل فيما يخص الأزمة السودانية. مشاركتي بمؤتمر أدنبرا للشباب الدبلوماسي، وجدت إني أنا المشارك العربي الوحيد بالمؤتمر، وكمان شفت إنه ما في ولا أي مشارك من قارة أفريقيا، كانوا كلهم بتمحوروا حول دول أوروبا ودول شرق آسيا، فكنت أنا المشارك العربي الوحيد، وكمان لاحظت إنه ما في أي مشارك لدول أفريقيا، وبالتالي كانت هاي هي مربط الفرس، إنه حسيت إنه ما حدا حيحكي عن هاي الأزمة، وحسيت إنه فعلياً الأزمة السودانية إعلامياً هي أزمة معتمة نوعاً ما، وما يعني الوضع الحالي بيلزم إنها تتعتم، بما إنه بنشوف النزاع الإسرائيلي على قطاع غزة، الحرب الشرق أوسطية، إيران، السعودية. فهذا الإشي دفعني إني أروح، إنه حسيت إنه هذا الوقت المناسب إني أخوض في ما يخص الأزمة السودانية 2023. فكان يعني بنقدر نحكيها هدفين، الهدف الأول هدف شخصي من زمان وأنا حاب إني أخوض هاي الورقة الدبلوماسية، والجانب الثاني إنه فعلياً أنا انتهزت الفرصة إنه ما كان في ولا مشارك أفريقي بهذا المؤتمر. عظيم. طيب حسن، هل بتعتقد إنه الحلول اللي طرحتها ممكن تنجح على أرض الواقع؟ شو اللي ممكن يعيق تطبيقها؟ هلا فعليا ورقه الدبلوماسيه ما جابت شيء جديد عن السابق او عن الواقع اللي ناقشتها بهذا الشهر، ولكن كانت الفكره انه انا اوجدت والزمت انه من خلال ورقه الدبلوماسيه ممكن نعيد صياغه شكل حلول الازمه السودانيه 2023. اتفاقيه ايجت اللي انفصل عنها الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، اوجبت انه لازم نرجع لاتفاقيه ايجت اللي ادرجتها اتفاقيات جده 2023. التاثير الانساني اللي انتج عنه نزاع عرقي بين دارفور والنيل الازرق، هذول كانوا من اهم مشكلتين ناقشتها ورقه الدبلوماسيه، ولكن بنفس الوقت كانت تلزم انه لازم يكون في حوار وطني شامل بيلزم جميع الأطراف المتنازعة على إعادة الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري اللي هو اتفاق أوجبته الأمم المتحدة بقراراتها 1661 بالخوض إلى قرارات سياسية مع عزل القوات المسلحة والأطراف المتنازعة عن السلاح. اليوم بنشوف إنه قوات الدعم السريع، الجيش الوطني، الأحزاب المتنازعة جوا السودان بين شمالها وجنوبها جميعها مسلحة، جميعها ما خضعت للاتفاق الإطاري اللي كان متفق عليه من قبل الأمم المتحدة. بالتالي ورقة الدبلوماسية ما جابت إشي جديد، ولكن هي جابت طرق إعادة صياغة أوراق كانت أدرجتها أو ملفات كانت أدرجتها اتفاقيات مؤتمرات زي جدة، زي اتفاقية إيجت، زي أمم المتحدة، رقابة دولية صارمة. هاي الأشياء كلها فقدتها الأزمة السودانية حالياً، ما أنتج عن كارثة إنسانية ألقت بظلالها جيوسياسيا على الشرق الأوسط وعلى المجتمع السوداني بشكل أدق. طب حسن، شو أصعب إشي واجهته أنت بتمثل الشباب العرب، وهل قدرت تتغلب على هاي التحديات؟ هلأ ما في صعوبة واجهتها أنا أثناء تمثيلي، بالآخر أنا بروح بمثل الشباب أو بروح بشارك بالمؤتمرات بدافع حب مني، فبالتالي ما بكون ملاقي انا تحديات صعوبات. اسف، فيما يخص التحديات، في تحديات كوني انا اول شيء شاب شرق اوسطي، فبالتالي بتكون هناك يعني بلاقي صعوبه بعض الاحيان في تقبل رايي فيما يخص نزاعات او حروب دارت وبتدور بالشرق الاوسط. دائما بواجه شباب من الاتحاد الاوروبي، انتقاداتي دائما او مشاركاتي بتكون باوراق عملي انه بنتقد انه الدوله الفلانيه او الدوله بتكون في صعوبه، بس باطار دبلوماسي، اطار حوار، ما بيكون في اي يعني تعديات عن هذه الحدود.
ممكن كمان يعني احط جانب من جوانب التحديات، هي انه وصولي ل يعني عمليات البحث لانتاج اوراق عمل بياخذ مني جهد وبياخذ مني وقت، وبالمؤتمرات اللي بشارك بها بالعاده او بشارك فيها اي شاب تخضع الاوراق للتدقيق، لانه بالاخر احنا بنعمل اوراق دبلوماسيه اوراق عمل دبلوماسيه ولازم تكون كل المعلومات صحيحه. وانا يعني كشاب بيروح بيشارك برا بلاقي شوي صعوبه انه كيف ممكن اتحقق من انه كل المعلومات اللي انا بحطها صح. السوشيال ميديا كلها ما بتكفي، الاخبار مقالات اخباريه ما بتكفي، فممكن احط انه هاي كمان هي مشكله او تحدي بس قابل انه ينحل. ما شاء الله. طيب حسن احكي لنا انت هلا شو استفدت من مشاركتك في هالمؤتمرات؟ كيف غيرت هاي المشاركات بتفكيرك في المستقبل؟ اول شيء انا مشاركاتي بالمؤتمرات الشباب تابعه سواء للامم المتحده او الاتحاد الاوروبي جايه او نابعه عن شغف. انا من زمان من وانا صغير، صح انا يمكن تتفاجئوا انا الباك جراوند تاعي مش سياسه، انا بدرس هلا ماجستير علاقات دوليه ولكن باك جراوند هندسه، بس من وانا صغير كثير بحب اقرا الاخبار اشوف يعني حاليا من زمان كثير مهووس بفكره انه كيف صناع القرار بيتخذوا القرارات، مين صاحب هذا القرار، كيف بيوجدوا هذا القرار. هذا الشيء دفعني من ايام المدرسه للجامعه لليوم اني اظلني دائما اشارك مؤتمرات نماذج محاكاه قرارات الامم المتحده للشباب تابعه للمعهد الدبلوماسي سواء بالاردن برا الاردن. فهي الاشياء كلها يعني رسخت فيني حب الدبلوماسيه، حب اني احاول اغير اقل شيء الدائره اللي حوالي بافكاري بايجاد طرق وحلول للمشاكل الراهنه بوقتنا الحالي. حسن سريعا بدنا هيك اخر سؤال تحكي لنا شو بتتمنى تحقق بمجال السياسه والدبلوماسيه وشو بتنصح الطلاب اللي بيدرسوا علاقات دوليه ودبلوماسيه؟ حاليا صراحه كهدف واضح قدامي ما في هدف، مش قادر اني احط هدف للمدى البعيد. ممكن للمدى القريب انه احاول اكون صاحب قرار بلدي مجتمعي، واحاول انه ازرع الافكار الدبلوماسيه اكثر منها السياسيه. احس عندنا الشباب بالبلد بيميلوا للحزبيه وللسياسات المحليه اكثر من ميالانهم للدبلوماسيه والسياسات الخارجيه. ف من زمان وانا كثير حاب انه فعليا شبابنا اليوم يتوجه للسياسات الخارجيه، يتوجه للتعاونات الدوليه، يتوجه انه يعرف كيف اتفاقيات السلام، معاهدات السلام، مؤتمرات الحوار الدولي، منظمات المجتمع الدولي كيف تشتغل، اكثر من ما انه كيف الاحزاب عنا بتمشي، كيف السياسات عنا الداخليه بتمشي. فبحس هذا كثير هدف يعني خلينا نحكي على الشورت تيرم، كثير حاب صراحة إني أوصل لمرحلة إني أقدر أأثر عن للشباب أو لمجتمع شباب الوطن. شكرا. بالنسبة للطلاب اللي بيدرسوا علاقات دولية فأنا بنصحهم، وهي عن تجربة أنا حاليا بدرس علاقات دولية، لازم ينخرطوا بالمؤتمرات وينخرطوا بمنظمات الدولية، يعرفوا كيف آلية عملها، يعرفوا كيف تشتغل، كيف تتأسس، كيف تنربط مع سفارات البلدان الدول الموجودة على الأرض، يعني كيف آلية عمل السفارات، كيف آلية عمل المنظمات الغير ربحية، كيف آلية عمل المنظمات حتى الدولية. فهاي كثير مهمة الانخراط فيها والمعرفة والخوض فيها.